السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كنت عاوز أسأل حضرتك بمحض الصدفة، يعني اتبعت لي حاجات إن زوجي بيكلم حد تاني وكلام خارج جدا. أنت ما تخدميش زوجك أمام الناس كلهم، كلمي هذا السؤال على الهاتف الخاص. طب أنا كنت عاوز أسأل حضرتك وضعي أنا بغض النظر عن الموقف، يعني أنا مش عارفة أكمل ومش عارفة أنفصل. يعني لما بيحصل بينا مشكلة ما بيصرفش عليا، وفي نفس الوقت وأنا قاعدة في البيت هو يعني تريدين مش عارفة الانفصال أتعامل معاه. بغض النظر عن عمل أو ما لم يعمل، أنت تريدين الانفصال؟ أنا تعبانة، موجوعة، مش عارفة أمشي البيت. يعني أنت الآن يعني ممكن تصبري والأمور تعدي، ولا عمل حاجات من وجهة نظرك لا تصلح ولا تصلح المعيشة معه بعد ذلك؟ انا مش عارفه اتعامل مع ما يرضي الله، يعني انا خلاص، إن موجوده. خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اقتنعي منه وانصرفي بس. طب لو انا كملت معاه بس انا مش عارفه ان انا ادير حقوقه كويس او اتعامل معاه كويس، مكمله بس عشان العيال يصرف علي، كده حرام عليا ولا لا؟ هو كده هيطلبك للفراش، هترفضي. هيطلبك للفراش سترفضين، فإذا رفضت هتحل عليك اللعنة. فخلاص أنت عاجب، إذا هو موافق على كده موافق، مش موافق اقتلعي وارتاحي. العيال سيبي له العيال وتزوجي. لا ما اقدرش طبعا. خلاص أنت حرة في نفسك.